حبيبي اهو مكتوب عليه اسمك وربنا. رعاية الله رعاية الله. تقلم وقفك هنا يوم طب مال يوم رد عدل يا رحوم يا عم انا لسه رديت يا رجاله ده مكان اكل عيش مش عايز تبقى شكل هنا. انت مين يا ده المكان ده مكان الفكره ده مكان الحكومه. طب ما سمعتش اللي بيقول لك مفيش حكومه؟ لا انت هتقول من هنا وحق امك لرجعك. مش قلت لك تخلي عينك عليه تحميه وتبلغني؟ والله يا ريس اول ما رحت افك حصره رجعت لقيته متكوم زي ما انت شايف كده. قلت لك يا عليش الموضوع مش سهل. القرش صعب والناس بتبوظ بعض عشان 10 جنيه. طب وايه المطلوب دلوقتي؟ انا لو سكت يبقى خلاص. اروح الحس رجلين المعلم نونو والفارغ. ده انا موت نفسي. ده على جثتي. تعالوا معايا. على فين؟ تعال هقولك في السكه.